مشاهدي شبكه تلفزيون النهار، النهارده هنكون معاكم علشان الاستوديو التحليلي النسائي الخاص بشبكه تلفزيون النهار، والنهارده هيكون منورني ضيوفي الكرام البنات الحلوين المشجعين اللي هيكلموني عن تحليل مباراه اليوم ما بين اهلي وامبي. هتعرف معاكم دلوقتي بيهم واللي هينوروني في الاستوديو كمان دقايق. هبتدي معاكم الاول بدنيا الحلو اللي هتكلمني النهارده عن نادي امبي. اهلا بيكي يا دنيا. اهلا بيكي يا فرح، مبسوطه جدا جدا ان انا معاكي بجد، وان انت مدينا الفرصه ان احنا بنتكلم كده عن وبنحلل وبنتكلم عن حاجه احنا بنحبها، وحاجه يعني ثقافه جديده انتشرت وهتفضلوا تتكلموا عنها. واروح لنرمين حسين. نرمين مشجعه الاهلي واللي جايه تتكلم عن النادي الاهلي. نرمين منوراني النهارده في قناه النهار. ده نورك. والله احنا مبسوطين جدا، واخيرا ان البنات هتقدر تقول رايها في الكوره، وهيعرفوا ان احنا برضو يعني بنحب الكوره زي الولاد، مش الولاد بس يعني. ومبسوطين جدا، ادينا فرصتنا، مبسوطين جدا ان احنا معاكي، وفكره البرنامج حلوه جدا واكيد مبسوطين بيها. هعرف منهم توقعات النهارده طبعا النتيجه لمباراه اليوم ما بين الاهلي وامبي جوه داخل الاستوديو. تابعونا على قناه النهار اليوم الساعه 6 مساء في الاستوديو التحليلي النسائي الخاص بشبكه تلفزيون النهار.